السلام عليكم، معكم دريس وغريس، الرئيس الإقليمي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات، فرع عمالة المحمدية. احنا اليوم كنتواجدوا في هذه اللحظة هذه فوق قنطرة السيد عباد، اللي الأغلبية ديال المنطقة والناس المنطقة كيسموها قنطرة الموت، قنطرة المخاطر بكل معنى الكلمة. البارح شهدنا كما شاهد الجميع واحد الحادثة ديال سير ربي ستر، وهاد القنطرة هذه باش نزيد نوضحوا لكم اكثر، راها قنطرة فوق طريق السيار لوطوروت، يعني مشات الله يستر توقعت شي حادثة راه حتى من لوطوروت هي في خطر. هاد القنطرة هذه البارح وقعت فيها حادثة ديال جوج ديال الشاحنات معاكسين، وحدة جاية وحدة غادا، وتلاقاو في الوسط ديال القنطرة، مما ادى الاحتكاك ديالهم والاحتكاك حتى مع داك السياج اللي كاين في الجناب ديال هذيك القنطره. هذه القنطره هذه راه خفيت لينا وخدين وسمعنا وعود من عند ناس رفيع المستوى وعندهم كلمه ديالهم في مدينه المحمديه، وكنشوفوهم في اي مشروع كما بغى يكون النوع ديالو في المحمديه الا كيقول لك على انه هما متبنينه. ومؤخرا عاد خرج هذه تقريبا واحد 3 شهور او 4 شهور خرج وقال لهم وعطاهم وعد وكاين تسجيل على هذا الشيء هذا، وقال لهم على انها ان شاء الله شهر 4 غتكومونسي الاشغال، باش ما تبقاش هذيك القنطره بحال هكا. الا كان يسمح لي الاخ يوريني هذه الاشغال هذه فين كاينه هنا. حنا دابا شهر 5 ماشي شهر 4 سعادة المسؤول، راه حنا في شهر 5 ماشي شهر 4. اسمح لي، السلام عليكم، معكم عبد الله المكي الكاتب العام للمنظمه الوطنيه لحقوق الانسان والدفاع عن الحريات بالمغرب عماله المحمديه. كما سبق وقال الاخ دريس بخصوص هذه القنطره هذه كتشهد، كما كيعرف ان الويزيه راه كاين نمو ديموغرافي كبير، وكما كتشوفوا هذه القنطره راه على المساحه ديالها ما كتسمحش انه يدوز جوج طوموبيلات، الا دازوا كيدوزوا مضايقين. كما شفنا البارح واحد الحادثه تسير ما بين جوج شاحنات من الحجم الكبير، مما ادى الى عرقلة السير في كلا الاتجاهين. وكما قلت لكم، كما صرح الاخ دريس وصرح واحد المسؤول كبير رفيع المستوى اللي داعي لذكر الاسم ديالو، انه صرح على اساس ان الاشغال غتبدا في شهر 4، وخرج مؤخرا بعد ما استوفات هذه المده ديال وصل شهر 4 خرج بتصريح اخر كيقول فعلا ان الاشغال غتبدا في نهايه فصل الصيف. انا كيظهر لي من منظوري الشخصي انها حمله انتخابيه مسبقه، ما فهمتش علاش كيخرج هاد الخرجات وما كيوفيش بهاد الوعود، فهمتيني؟ ها تما حنا ابار انه غادي تكون ولا ما تكونش بالنسبه للحمله الانتخابيه ولا شغل هادر. انا اعطيني المصلحه ديال المواطن، هادشي علاش هو اللي كيخرج المواطن هي الاولى. واش عباد الله ملي كيولي غادي انسان من هنا في خطر، لا الراجلي ولا حتى اللي راكب في سميتو تما غادي في خطر. الاحتكاك ما بين الحديد والحديد، المشكل ديال الراجلين اللي حتى هما ما عندوش من يدوزوا. عطيني غير الباساج الراجلين، عطيني واحد الباساج الراجلين واخا في جنبهم كاع، ديروا غير بالحديد هما بعدا نقصوا الراجلين. اضعف الايمان جيو في الجنب ديال هذا سميتو، دير واحد دو باساج بالحديد ديال السميترو ولا سميتو، وديروا العباد الله يعاودوا يدوزوا منه. ماشي بهذا الشكل هذا، هذا الشكل هذا راه كتقول للبشر هنا في هذا القنت هذا وسير تموت. هذه رساله للمسؤولين المدينه المحمديه ومنتخبين مدينه المحمديه، كفى استهتار بالمدينه، كفى الضحك على الذقون. الا كنتو كتعطيو الوعود فوفوا بها على اساس باش تكون الثقه بين الشعب وبين المسؤولين. وشكرا لكم.